اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين على هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر. ابعتوا لنا ايه يا كريم؟ هيبعتوا لنا ايه؟ التحليل. اي حد عنده تحليل، اي حد عنده راي فني. احنا ناس كتيره بتحب تقول اراء، واحنا ممكن في الاخر نهايه الحلقه كل حلقه ان شاء الله ممكن نقول كده. بس عشان الحلقات اليومين دول ساعه، لكن بعد كده ان شاء الله يبقى عندنا الوقت ابتداء من الاسبوع الجاي باذن الله. ان شاء الله الخريطه البرمجيه تعود كما كانت ان شاء الله بعد الانتخابات ان شاء الله يوم 26 نوفمبر. ما تنسوش، الكل ينتظر الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ان شاء الله يوم 26 نوفمبر. النادي الاهلي عامل، الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي عاملين حاجه كبيره جدا وحاجه واسعه جدا. ما تقلقوش من اي حاجه، الاجراءات الاحترازيه كلها متخذه يوم 26 و25 و26، لكن ان شاء الله الكل ينتظر الجمعيه العموميه ان شاء الله يوم 26 نوفمبر القادم. معلش ده بمناسبه بس اللي احنا بنتكلم على الانتخابات، وان شاء الله الاسبوع القادم نشوف ايه اللي هيحصل. طيب كريم، خليني ابدا معاك والتنظيم الجماعي للنادي الاهلي وكيفيه بدء الهجمه. تعالى يا استاذ نشرح للساده المشاهدين ليه 3-4-3 اللي بيستخدمها بيتسو موسيماني السنه دي الحل الامثل للنادي الاهلي والسكواد والقائمه الحاليه للفرقه، واللي مخليه ببساطه اي فريق في الدوري عايز يلاعب النادي الاهلي عشان ما يشيلش سكور لازم يلعب زون ديفنس. ايه اللي هيفكر يعمل زي كارتيرون من الاخر اهو ببساطه، ويغامر ويضغط على النادي الاهلي بطول الملعب، ببساطه يبقى معرض ان هو يشيل سكور بدايه من 3 مرورا ب4 وصولا الى الرقم 5. تعال نبص النهارده على شكل ملعب غزل المحله في بدايه المباراه. دي هجمه في الدقيقه الخامسة، النادي الاهلي بيعمل بيلدينج اب للكره، ولاعيبه غزل المحله الكل رافض انه يروح لحامل الكره. لما نبص هنلاقي كل اللعيبه في جاب وفي مساحه كبيره جدا 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 ما بينه وما بين لعيبه النادي الاهلي. كل المساحه دي كله بيرجع لنص ملعبه. ليه؟ عشان يقفل المساحات. ال 11 كلهم في نص ملعب، كله بيرجع. نبص على حتى راس لعيبه نادي غزل المحله، عيونهم كله متجه ناحيه مرمى، ما حدش بيفكر ان هو يضغط. ليه؟ انا لو ضغطت لعيبه النادي الاهلي ببساطه انتشارهم في 3-4-3 بيخليهم عندهم مساحات كتيرة وفجوات ان هم يلعبوا ببساطة كرة. يعني كرة زي دي بالظبط لو حد من لاعبي غزل المحلة ضغط التمريرة هتتلعب كده اهو، كل ده هيتكشف. وبالتالي معظم فرق الدوري هتلاعبنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده يا جماعة، وعشان كده دي فرصة لينا احنا نبقى متدربين كتير. حتى ده واحد من اسوأ الملاعب اللي احنا بنلعب عليها، ولكن عرفنا. يعني بص هنا الكورة كنت بقول لك عليها، الكورة هنبص هنلاقيها عمالة تتنطط ازاي. فبالتالي النادي الاهلي في وضع زي ده قدر ان هو يستحوذ على الهجمة. احنا بدأنا الهجمة دي من الدقيقة 4 و4 ثواني، كل ده الكورة في رجليا والمنافس سايبني اعمل اللي انا عايزه. كل بس المطلوب مني ان انا ازاي اوجد الثغره، وازاي النهارده فعلا طريقه 4-3 مخلياني. انا وقفت الصوره هنا اهو، وبصينا لكل جزء في الملعب هنلاقي فيه لعيب من النادي الاهلي، وبالتالي عندي مساحه تمرير. وبالتالي اي كلام ان طريقه 3-4-3 طريقه دفاعيه هو كلام غير منطقي وغير مش موجود اصلا على ارض الملعب. النادي الاهلي الطريقه بالنسبه دفاعيا وهجوميا، دفاعيا مخلياني متامن بثلاثه واقفين ورا عند نص الملعب، اي هجمه مرتده مش هيلاقي بس اثنين لو انا بطير اثنين فول باكس في اربعه تطلع واحد، لا ده في ثلاث لعيبه واقفين. وكمان مامناني هجوميا ان انا عندي كثافه هجوميه في الامام بتخليني عندي مساحات كتيره للاختراق، سواء من عن طريق الاجناب او عن طريق عمق الملعب. تمام. ده كمان اسلوب لعب موسيماني اللي هو التمرير والتحرك بدون كوره. والنهارده كان بيلعب بدر بنون هو الليبرو مكان حمدي فتحي. هتكلم بقى على تحليل اداء الفردي. يعني اكرم توفيق النهارده واحد هو نجم المباراه للامانه، رغم ان هو جاب جون في مرمانا الا ان هو يستحق من وجهه نظري كلنا جبناها في نفسنا. لعيب مقاتل جدا. تعال نشوف اللعبه دي يا كابتن اسلام. بص دي كانت ضربه ركنيه طبعا ارتدت. بص بقى كام واحد رايح، 1 2 3 على اكرم توفيق لوحده. بص قطع الكوره، وهنا دور التغطيه اللي بيقدمه دور الروح، التغطيه والروح. يعني بس حاجه دي لازم نخلي بالنا منها بقى الفتره اللي جايه، لان دي برضو يعني حاجه ريسك، بس دي برضو شطاره لاعب او ازاي لاعب بيعمل التغطيه بشكل ممتاز. تعال نشوف برضو لعبه ثانيه لاكرم توفيق، جايب له اكتر من لعبه. حيد بسم الله. بص حضرتك بيقطع الكوره وبيكمل. بص الروح بتاعه اكرم توفيق، مكسب كبير بصراحه للنادي الاهلي والمنتخب مصر. هو اللي عمل اللعبه دي القفشه، يعني هو اللي بناها، هو اللي احياها مرتين من الاول خالص.
تعالى برضو نشوف لعبة تالتة لأكرم توفيق. نفس الكلام برضو. كرة هنا، دي الكرة دي كانت في الدقيقة 89 والثانية 89. الدقيقة 89 والثانية 89. بص أكرم توفيق بيقطع الكرة بكعب رجليه وعليه تلاتة برضو. فبصراحة لعيب راجل يستحق التحية أكرم توفيق. خلينا برضو أقول لحضرتك أرقامه. النهاردة لعب 90 دقيقة. أكتر لاعب فاز بالتحامات ثنائية في المباراة أكرم توفيق، كسب 10 التحامات. أكتر لاعب قام بتاكلينج صحيح في المباراة 5. هو أكتر لاعب قام بتاكلينج صحيح، وأكتر لاعب حصل على أخطاء في المباراة 2. وعلى فكرة أرقام مباراة المقاولين هي برضو الأكرم. أكتر لاعب كسب التحامات، أكتر لاعب عمل تاكلينج صحيح، أكتر لاعب حصل على أخطاء. استعاد الكرة النهاردة كم مرة؟ 13 مرة. المراوغات 4 منهم 2 صح، العرضيات 6 منهم 1 صح. إذا أكرم توفيق يستحق رجل المباراة، دور دفاعي هايل ودور هجومي برضو. واحد من مكاسب بصراحة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ومكسب لمنتخب مصر. طيب خلينا نروح للهاشتاج يا كريم ونشوف رجب مساعد بيقول أكبر مباراة ممتعة في الدوري فيها ندية الأهلي 3 غاز محل 2، زعلت فيها أننا خرجنا من غير كلين شيت. المكسب مهم، أكبر مكسب الفوز، تاني مكسب هو أحمد عبد القادر، أكبر خسارة إصابة حسام حسن، قلبي وجعني قوي، مهم استمرار الصدارة عشان ننهي الدوري بدري، عندنا موسم كبير جدا. تعليقك يا كريم اسمع منك. طبعا كلام اتفق مع معظمه، ربما بعض الامور زي ما قلت في البدايه في الشوط ممكن يعني، لكن طبعا اكيد احمد قادر واحد من فعلا من مكاسب النادي الاهلي النهارده. ولو تفكر الحلقه الاخيره كنت انا قلت لك انا خوفي من ماتش المحله، نفسي مره نكسبه سكور كلنا بصراحه. اكتر ماتش المقاولين بس طبعا انت لما كنا 2-0 اتبسطت بعد كده والله اول ما الجول الثاني جه قلت بس ممكن نكسب 4 النهارده، بس الحمد لله قدرنا ويتحقق كلامي وبتاع ماشي الحمد لله يعني. اتفضل يا كابتن سلام. محمد او محمد خليفه بيقول يا ريت توصفوا جمال الاهداف من اسيست شريف الرائع وهو على الارض، وهدف تاو الهجام، ودور حائط الاهلي امام حائط المحله. تعالى نوصف على جون بيرسي تاو، بما ان هو اتكلم على جون بيرسي تاو تعالى نتفرج على دور واحد من مكاسب المباراه. بيرسي تاو لعيب كبير جدا هيجي مع الوقت. بص المسافه، احنا حاسبين المسافه اللي قطعها. بص اجري قد ايه، 16 متر في المساحه الخاليه. قفشه اتحرك في العمق ولعبها له. بيرسي تاو بيسرق الظهير وبيخش للعمق. بص الكوبري بقى حاجه عالميه بصراحه، يعني حاجه عالميه. كوبري عالمي لبيرسي تاو وبيسجل، مهاري وعنده بصراحه في الواحد على واحد من احرف اللعيبه اللي شفتها بيرسي تاو، وبيشوط طبعا جون شخصيه. طب هل هو دفاع هجومي بس؟ الجناح مطلوب منه دايما دور دفاع. احنا شفنا الجون وجماله، تعالى برضو نشوف بيرسي تاو بيدافع ازاي والدور اللي الموسيماني كان مديهوله، لان الجبهه الشمال كانت قويه قوي في المحله، واكرم توفيق كان عليه شغل جامد جدا، فخلاه في الشوط الثاني دايما ان هو يلتزم دفاعيا اكتر ويلعب مان مع اكرم توفيق عشان يقفله الجبهه اليمين. بيرسي تاو لعب برضه مهاجم وهمي في اخر الماتش. ارقامه تعال نشوف ارقامه. احرز هدف، عليه محاولتين على المرمى منهم واحده صح، يعني نسبه دقه محاولاته 50%، دقه تمريراته 85%، كسب 7 التحامات من 13 التحام، وده رقم كويس بالنسبه للجناح. عمل 4 مراوغات ناجحه وقطع الكره 6 مرات. اذا بيرسي تاو واحد من مكاسب المباراه النهارده. حسين جاد بيقول تشكيل مناسب للمباراه من موسيماني، بيعيبوا بعض القرارات من اللاعبين. نعم. اوكي، لكن تغييرات موسيماني بالنسبه لي فيها مشكله، وعوده التعامل مع المباراه بشكل جيد ونزل تشكيل امثل وساعده تحفز وحماس لعيبه المحله الى الوصول للخشونه امام الحكم اللي كان عاوز يحسب لعبه حسام فاول على الاهلي. طيب هو اتكلم على بعض القرارات اللي مش عاجباه من اللعيب من اللاعبين. تعالى اوريه بقى اللي هو بيتفرج علينا دلوقتي، اوريه واحده من احلى الهجمات اللي اتعملت للنادي الاهلي مع بيتسو موسيماني، واحده من احلى القرارات للعيبه في الهجمه دي. اتفضل. ببساطه هجمه للنادي الاهلي في الدقيقه 71 نتيجه 2-1، ونبص على نادي غزل المحله في الوقت ده كان بيبحث عن الهدف التعادل، والنادي الاهلي نشوف ازاي هيفرغ المساحه قدام الاثنين مدافعين. وعايزين بقى اول بس ما ايمن اشرف يخش معانا في اللعبه، هنعمل له تراك ونشوف ايمن اشرف الراجل المساك عمل ايه في اللعبه دي يا كابتن اسلام. اتفضل. كرة النادي الاهلي بيحركها من اليمين للشمال، كرة طبيعي مفيش ادنى مشكله خالص. هوب هيبدا ايمن اشرف يظهر معانا في الشاشه، نتراكه ونشوف ايمن اشرف هذا الرجل المساك هيطلع ازاي ويستغل سرحان لعيبه غزل المحله. ده مش تصرف فردي، ده تكتيك فريق جماعي. ازاي النهارده هيستغل السرحان لعيبه غزل المحله ونستوب
تمريره بينيه ما يعملهاش غير لعيب كبير جدا جدا، ضرب بيها خط وسط نادي غزل المحله وحط مجدي قفشه اللي سرقهم كلهم وراه وحطه في مواجهه المرمى. ايمن اشرف فضل يتسحب من هنا غير ما حد ياخد باله منه خالص لغايه لما وصل لنص الملعب ولعب تمريره بينيه اكثر من رائعه، حط مجدي قفشه في مواجهه المرمى كل ده اتضرب بتمريره واحده. وخلي بقى مجدي قفشه عنده كذا اوبشن، واحد انه ممكن يسدد، واثنين انه ممكن يعمل 1 2 مع محمد شريف، ودي فعلا اللعبه اللي كان هو عايز يعملها، بس محمد شريف فضل لان هو عنده مساحه للتسديد. نشوف هي نظره قفشه بص على مدافعين غزل المحله، ونكمل اللعبه ونشوف مجدي قفشه عمل ايه مع محمد شريف، ازاي برده قدر ان هو يديله الكرة في مساحة ممتازة جدا. كانت ممكن الهجمة دي تكمل لو محمد شريف اداها لمجدي قفشة، لكن من بدايتها هجمة رائعة تورينا ازاي بعدد تمريرات بسيطة 6 لعيبة من لاعبي غزل المحلة اتضربوا بتمريرة واحدة. طيب محمد احمد بيقول الاهلي كيان كبير، افتخر بالنادي الاهلي، وموسيماني هو خليفة جوزيه، والجيل الحالي هو خليفة جيل ابو تريكة. تمام، كبير البيت بعيدا عن التحليل. تمام، الاهلي علمنا نحب الحياه، بيقول كابتن اسلام. محتاج من ملوك التحليل يشوفوا ويحللوا الاهداف، وجهه نظر الاهداف اللي دخلت النادي الاهلي. معنا نتكلم على هدف غزل المحله الاول، ونتكلم عليه ونشوف ازاي فعلا كان عندنا الى حد ما اشوف يعني في رعونه في التعامل مع اللعبه. النادي الاهلي في وجهه نظري واقفين دفاعيا صح، عاملين ستارتين عاملين ستارتين، مفيش ادنى مشكله خالص في الشكل اللي احنا قدامنا، وكاشفين مساحه ورانا عشان احتمال ممكن لاعب من غزل المحله يقع في التسلل. نكمل اللعبه ونشوف أفشا. مجدي قفشه، وطبعا مجدي قفشه رجع مكان علي معلول عشان يسد وراه، لكن مفيش مشكله. كل ده انا بالنسبه لي كل ده مفيش ادنى مشكله، انا هنا في لعبه واحد على واحد ببساطه. اكتر غلطه انا هنا ممكن اعملها ان انا اعمل اللي مجدي قفشه عمل وهو التحليق. ما ينفعش احلق كوره هتتلعب عرضيه وبالتالي يمكن تعمل خطوره على المرمى، ما ينفعش احلق، لازم ابدا ابريس واضغط على الخصم اللي قدامي عشان امنعه حاجه باتنين، الكوره تخبط فيا او اخليه هو يلعب الكره عرضيه وهو مش متزن وبالتالي ما تروحش بنفس الاتقان اللي هيلعبه وانا بحلق عليه. طيب خلاص عدينا من الحته دي، الكوره اتلعبت. برضو هنا انا احساسي تعامل المدافعين ان انا النهارده لاعب وسط 6 مدافعين منهم 3 سلبيين، يعني الـ3 مدافعين دول اللي جنب بعض هعلم عليهم بالاكس، دول تقريبا كده في حته او منطقه سلبيه، مفيش خلاص انت بره اللعب خالص. واكرم توفيق للامانه في اللعبه دي انا مش حاسبه ان هو لحد ما بره اللعب. ياسر ابراهيم كان ممكن يعني في حس الشخصي هو طبعا كان خايف من ركله الجزاء، بس كان ممكن ببعض الايه يعني ايه الهجوم مثل هذه الالعاب لازم ابقى واخد بالي شويه عشان ركله الجزاء، خصوصا في ظل وجود الفار. يعني احنا زمان كنا بنعمل كده كنا بنبقى مقلقين لو لمست يقع يعمل تلاقي الحكم صفر عليك ركله جزاء. النهارده مع الفار لازم تبقى واخد بالك كويس جدا جدا جدا، اي لمسه ممكن تتحس. مش مختلف والله يا كابتن اسلام، بس احساسي كان ممكن يعني يتم منع التسديده بالسهوله اللي احنا شفناها دي، طبعا فيها شويه توفيق بس طبعا احوال. يعني انا بصراحه تاني معجب باداء غزل المحشود تاني، واعتقد ان النتيجه دي بصراحه يعني هم بصراحه يستاهلوا ان السيناريو يخلص برده مش بسكور، بالظبط كده يخلص كده بالظبط كده. طيب البوب بيقول للعلم ما فيش غير البرنامج ده الوحيد اللي بيتكلم بطريقه ايجابيه ومقنعه، اشكرك جدا، واحنا بنتفرج على ماتش تاني وهم بيتفرجوا مش عارف. ماشي، سلم لي على كريم وثابت الله يخليك. النادي بيقول انا شايف ان الاهلي عمل ماتش جيد جدا النهارده، ولكن احنا بنطلب من موسيماني ده طلب ان احنا ما ياخرش التغييرات. احمد انا شايف التغييرات النهارده برضو ظروف الماتش يعني ظروف الماتش اللي حكمت على موسيماني. يعني هو حب ينزل حسام حسن في البدايه عشان ايه نمسك كره قدام شويه، مجهود بصراحه محمد شريف وقفشه قل شويه بدنيا في الشوط الثاني، فحب ينزل حسام حسن ان هو يعمل لك نوع من العمق الهجومي ويسحب معاه الفرقه لقدام. وبعدين الماتش كان صراع بدني رهيب، فهو كان محتاج واحد قوي بدنيا زي حسام حسن. لسوء الحظ ان حسام حسن اتصاب على طول بعد دقيقتين من نزوله، فبدا ان هو يعني خلاص، وهو خرج المهاجم الاساسي اللي هو محمد شريف، فانت كده بتلعب من غير مهاجم، فودى بيرسي تاو مهاجم وهمي. ظروف الماتش اللي حكمت عليه كده يعني انت خرجت محمد شريف نزلت حسام حسن اتصاب، فراح مودي بيرسي تاو مهاجم وهمي ونزل ميكوسوني. بعد شويه لما لقى بيرسي تاو برده بدا يتعب شويه راح مخرجه ومنزل حسين الشحات، بدا يعمل نوع من التنشيط.
فدي كان ده كان فكر موسيماني في التغييرات كلها على حسب ظروف الماتش. حسين بس بيقول لك عشان انت كنت بتتكلم انا اتفرج عليكم يا اسلام مستمتع اشكرك، لكن قول لنا قول لي كريم انا قصدي على قرارات اللعيبه في الدفاع بما انك يعني اوكي بعض القرارات ممكن طبعا احنا بنتكلم ان في ظروف ممكن ما تمشيش مع يعني هوى الفريق زي ما شفنا مثلا الكره بصراحه الهدف الثاني لغزل المحله هو مش تكتيك ولا شيء، ولكن انا في وجهه نظري كان ممكن يتم تعويض ده باللقطه اللي احنا جايبينها لو معانا ممكن ناخد اللقطه دي يعني كاخر لقطه معانا في الحالات، هي دي ببساطه ممكن تشرح اللي هو عايز يقوله. انما في الوضع بتاعي اهو دي الدقيقه 87 يا كابتن اسلام، انا طالع بالكوره و 10 لعيبه وفي نص ملعب ورايح الحاله الهجوميه نكمل اللعبه ونشوف احنا هنروح بكام لاعب في نص ملعب غزل المحله، 1 2 3 وميكيسون لعب الكوره لعبد القادر، عبد القادر لعب الكوره حسين الشحات، كل ده احنا 3 لعيبه فقط مقابل 7 قرروا ان هم يقفوا في نص ملعبنا. وبالتالي هنا هنلاقي لو انا ضفت بس المساحه الفاضيه هنا اهو هيبقى مساحة التمرير عند عبد القادر تقريبا 0 ما يقدرش يمرر لحسين شحات اللي خد قرار ان هو يجري، ومساحة الفيجن بالنسبة له او الرؤية للويس ميكيسون داخل منطقة الجزاء تكاد تكون منعدمة لان مش هينفع يمررها، وبالتالي غصب عنه الكرة هتنقطع منه وهتروح لغزل المحلة اللي هيردها علينا هجمة. فانا كنت وجهة نظري ربما في الشوط الثاني نستغل الهجوم لان هو المثل بيقول افضل وسيله الدفاع هي الهجوم، بدل النهارده ما انا افضل مرتكن في نص ملعبي ومستني غزل المحله يجي لي، لا انا هاجمه واضيع الوقت واستغل الوقت بشكل ايجابي في نص ملعبه وكان الوقت ينتهي. بس تاني انا بصراحه مع السيناريو برضه، هو كريم مصمم النهارده على السيناريو ده. بالنسبه للحاجه الاخيره انا شايف النقطه الوحيده اللي تؤخذ على موسيماني من وجهه نظري، يعني الناس بتقعد تنتقد وبتتكلم في التشكيل وبتتكلم في التغييرات، انا شايف ان في نقطه مفيش حد اتكلم فيها وهي الجانب البدني. الجانب البدني عند النادي الاهلي في الشوط الثاني في الخمس مباريات مش احسن حاجه، يعني مباراه الزمالك قال لنا الشوط الثاني، مباراه الاسماعيلي قال لنا الشوط الثاني بدني. طيب ممكن انا اقول لك على حاجه او ارد عليك في النقطه دي تحديدا عشان بدايه عندك نعم بدايه موسم، لا مش بدايه موسم ولا حاجه، ولكن انت عندك الفتره اللي فاتت انت عندك كم واحد من اللاعبين اللي موجودين دلوقتي من ال11 اللي بداوا الماتش كم واحد كان بيلعب في منتخب مصر او منتخب بلده؟ تقريبا 9 صح، وعلي معلول وبيرسي تاو 9 وعلي وبيرسي ادي 9 وديانج 10 لعيبه من ال11 بيلعبوا في منتخبات بلدهم. لو تبص على اللاعبين اللي بيلعب منتخب جنوب افريقيا كان بيلعب منتخب غانا مباراه كانت صعبه جدا 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 وسفر ومروح ومجي في ظرف، خلي بالك كل ده في ظرف اسبوعين. علي معلول قبل المقاولين ما اتدرب؟ نعم علي معلول قبل ماتش المقاولين ما كانش فيه مساحه ما كانش فيه مساحه ان هو يتدرب. علي نفس الكلام، ديانج نفس الكلام، تونس يعني نفس الكلام، ومالي كانت نفس الكلام، ومنتخب مصر يمكن هو اللي كان اقل، ولكن في الاخر شوف كام لعيب في الاهلي لعب مع منتخب مصر وبالتالي ما خدش الراحه اللي خدها بقيه زملائه. وبالتالي وجهه نظري دي على فكره مش والله ولا لكن انا بقول ان الاسبوعين اللي فاتوا دول كانوا صعبين جدا. اللي حضرتك بتتكلم عليه ده ممكن يبان بعد الفتره اللي جايه. ليه؟ لان بيرسي تاو مش هيلعب في كاس العرب فهيريح هياخد له 3 4 ايام راحه. ميكيسون نفس الكلام، خلي بالك ديانج نفس الكلام، علي معرفش بدر لا بدر خلاص تم اختياره من بدر تم اختياره وبالتالي هتبقى عليه اجهاد اكبر. عندنا 9 7 من الاهلي ومعلول وبدر وبالتالي برضو لا لكن هتشوفها مع وجهه نظري مع اللاعبين الافارقه يعني جنوب افريقيا وغربها وشرقها مش عندنا يعني مش ناحيه شمال افريقيا وبالتالي دي وجهه نظر معرفش قد تكون صحيحه وقد تكون خاطئه يعني. يعني كل التوفيق اكيد للنادي الاهلي. دي انا شايف ان دي النقطه الوحيده بس اللي ممكن، لكن هو بصراحه انا شايف ان الناس لازم تدي برضو موسيماني حقه في الخمس مباريات. لما يبقى الراجل متصدر كسب الاسماعيلي كسب الزمالك كسب البنك الاهلي كسب المقاولين كسب ماتشات صعبه كسب المحله في المحله من سنه 2008 في ماتش كامل ما كسبناش المحله، فلازم الناس تدي موسيماني حقه. راجل متصدر الدوري بفرق نقطتين ممكن تنتقد في بعض الحاجات، عندنا اخطاء طبعا في التغييرات في اخطاء في بعض الحاجات بنتكلم فيها اكيد، لكن لازم الناس تدي مش عشان الراجل افريقي يا جماعه ننتقده بصراحه. لا ملهاش انا وجهه نظري انا ان ملهاش علاقه بافريقيا مش غير، هو دايما المدير الفني للنادي الاهلي عرضه لانتقادات كبيره جدا خصوصا اذا كان هناك بعض منصات الاعلام بتتجه ان هي
تعلي حد على حد تاني، لكن ده مش هيحصل طول ما حضراتكم موجودين وطول ما احنا موجودين وطول جمهور من النادي الاهلي ما هو موجود. صح. ان انت دايما هتقول اللي انت شايفه عن النادي الاهلي وهندافع عن النادي الاهلي لاقصى درجه، لكن كل ده اللي حضرتك بتقوله ده ممكن لانه زي ما بقول لك، تخيل العبقريه في ان انا الناس بتحلل العبقريه في ان انا مغلوب 5-1 بقيت مغلوب 5-3، تخيل والله هو ده مش حصل. حصل انا بكذب ولا بقول حاجه حقيقه؟ حقيقه. الناس بتحلل وما بتحللش، طب هو جاب 5 ازاي؟ ما حدش قال مثلا هو ليه قفل على اليمين والشمال في مباراه الزمالك تحديدا، ليه قفل يمين وشمال وجاب الاجوان معظمها من ما حدش اتكلم في كده، الناس كلها او معظمها اتكلموا في العبقريه ازاي انا من 1 بقيت 3 من ضرب الجزاء من طريقه الاحتواء، عشان ما يخلوش الكره فيها قطب واحد يا كابتن اسلام. ففي النهايه احنا هنفضل كده وهنفضل نتكلم عن النادي الاهلي لان ده حبنا، وغير كده ما حضرات هو مش حضراتكم لسه منتقدين او بتنتقدوا في اي مباراه. صح. لانه موسيماني ما بيعملش 100% صح بعد ماتش. صح. السوبر بتاع ماتش الجيش والسوبر. اي مدرب ليه اخطاء، مفيش مشكله يعني اي مدرب ليه اخطاء. يورجن كلوب نفسه ما بيتغلب، حتى كمان عملنا يعني نفس الامر والله. احنا نهدف الخيل للجميع. احنا برضو قلنا لكارتيرون انه يخلي باله من امام عاشور، والنهارده امام عاشور ضيع على نادي الزمالك نقطتين كمان قدام البنك الاهلي وهو ما بسمعش الكلام، هو عمال مركز في حته اللي ما راحش يسمع ليه. ما تسيبه بقى يا ما تسيبه يا كابتن. انا بقول وقائع والله، دي وقائع مش وجهه نظر. ايوه لا ما انا عارف انا عارف. عموما انا بشكركم كالعاده الحقيقه، استمتعنا بيكم النهارده وبشكركم شكرا جزيلا والف مبروك للنادي الاهلي 3 نقاط. ان شاء الله نهني بعض يوم الخميس وتكتمل المرحله الثانيه ان شاء الله بالنقطه رقم 18. بشكركم يا كريم، بشكرك يا احمد. شكرا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا والف مبروك طبعا لكل جمهور النادي الاهلي 3 نقاط في طريق الدوري العامل. طويل جدا لسه بدري، لكن احنا كنا بنتكلم دايما عشان برضو الناس ما لا احنا دايما لما بنيجي نتكلم بنقول روح الفانيلا الحمراء النهارده بانت في العشر او في الدقيقه الاخيره اللي احنا كنا جبناها لحضراتكم. فان شاء الله لسه الطريق طويل، ان شاء الله نهني بعض على 3 نقاط ان شاء الله تضاف الى النادي الاهلي يوم الخميس القادم امام سموحه. انا بشكركم وان شاء الله التقي مع حضراتكم بكره على خير.